انا لو معايا مثلا حفره زي دي كده في الخشب او ايا كان الحفره اللي انت عندك، يعني مثلا احنا جايبين هنا مثال حفره زي دي كده في الخشب وعاملينها بالبنطه بالدريل، وعايز املاها عايز اسدها ويكون المسام قويه بعد كده وما تتفتحش وما تتفلتش مني، اعمل ايه؟ ده فيديو النهارده، فاهلا بيكم في فيديو جديد على قناه هاو زات. فلو انت لسه جديد تنساش الاشتراك واللايك الجميل، ويلا بينا على خير. بالنسبه للمواد المالئه يا جماعه، لو انت هتشتغل في الاخشاب غير لو انت مثلا هتشتغل في الحيطان، او غير لما تيجي مثلا تشتغل على البلاستيك وهكذا. بالنسبه للاخشاب افضل ماده مالئه هي البراده بتاعت الخشب نفسها. وخلي بالك انا مش بتكلم على اللي هي اللي بيطلع من الاخشاب نفسها اللي هي كبيره، لا دي تبص ده بيطلع من الصنفره اللي هي على الاخشاب، فبتكون ناعمه جدا ناعمه جدا جدا جدا، يعني مش اللي هي ناعمه وخلاص، لا ناعمه جدا فعلا، شايف؟ نعم. فبالتالي دي تبقى ممتازة جدا ممتازة جدا في الملء. فتعال احنا نجربها ونستخدمها وهنشوف ايه الطبيعة بتاعتها. تعال كده هنا، ادي اهو ادي الحفرة اللي عملناها بالدريل، او ممكن نكبرها شوية تاني، خلي الدريل ده على جنب. شايفين الحفرة دي اهي، احنا مثلا عايزين نسدها، فتعال كده نملى وناخدهم شوية بشوية. اول حاجه بالنسبه للالف للامير يا جماعه، في نوعين، في نوع زي ما احنا قلنا بيكون خفيف تمام، وفي نوع بيكون سميك. السميك ده ليه شغله والخفيف ليه شغله. خلي بالك السميك ما بيتغلغلش في الجزيئات الصغيره دي، ما احنا عايزين حاجه تتغلغل، فبالتالي ده السميك اللي عامل زي العسل. بص حتى مش عارف هو باين معاك هنا ولا لا، ولكن بيكون شحام. تعال نجربه هنا. عادة ده بتلزق بيه بالسبراي بتاعه، واحنا عملنا فيديو قبل كده على الموضوع ده السبراي بتاعه، فانت ممكن ترجع لو انت عايز تعرف ازاي الطريقه الصح في الاستخدام. طيب احنا بعد ما هنا زودنا، بص شايف ده ادي الماده الشحمه، شايف عامله ازاي؟ فبتضطر تاخد معاك وقت كافي عقبال ما بتبدا انت تسد معاك. انت ممكن هنا احنا نزود شويه وبعد كده، شايف؟ بص هي هتاخد معاك، بس مش زي المادة الخفيفة اللي احنا هنجربها دلوقتي دي، ممكن احنا نشيلها خالص اهي، شايف؟ فدي ميزة وعيب، ميزة وعيب الامير الشحام. تعال نجرب بقى الخفيف، هنملى تاني معاك. خلي بالك الحاجات دي ما بتاخدش وقت، وادي المادة السائلة الخفيفة اللي هي ما بتعملش، يعني شايف؟ بص شايف؟ بص اتنصت ازاي هنا؟ هي دي الفكرة، لأن مش كل الخفيف وحش ومش كل السميك ينفع نستخدمه. هي دي الفكرة بتاعت الفيديو النهاردة، بحيث إن كل مادة ليها شغلها. أنت ممكن هنا تزود رغم إن هي مش هتبقى محتاجة تاني، وتسيبها. هي ما بتاخدش بالظبط 5 ثواني، يعني احسن تفتكر ان الموضوع بياخد وقت. ممكن احنا نرش سبراي ونشوف النتيجه. انا بحاول ارش ضعيف خالص، بس طبعا السبراي ده ملوش علاقه بقى بالخفيف ولا السميق الامير الخفيف او الامير اللي هو الشحم، بحيث ان ده اصلا مسرع او معجل، ده مسرع او معجل. بص مش عارف انا اوصلها لك بقى دي ازاي، الارض القاعده بقت صلبه، بس طبعا احنا عشان ما كترناش امير لان ده مثال بس، لكن شايف طبعا اهي، تعالى اطلعها لك ونشوفها مع بعض اهي، شايف متانتها وصلابتها؟ طبعا انت في حاجات اللي زي كده محتاج تسدها، يبقى محتاج انك انت تملاها اول حاجه براده، بعد كده تملاها امير بالكامل لغايه ما تمسك حواليها. بس احنا ما احنا عشان المثال بتاعنا فمش هنفضي فيها العلبه يعني، لكن انا عايز اوريك صلابتها ومتانتها اهي. دي طبعا يا جماعه عشان تفكها صعبه جدا بالشكل ده، غير دي شايف دي اهي لسه قاعده ميه. بص
اتمنى تكون الفكره وصلت. طيب ده بالنسبه للجزء الاولاني. لو انا عندي مثلا حاجه زي دي، فينها؟ لا مش دي، دي زان. مش عايزين، احنا مش هنشتغل على، هنشتغل على دي. شايف دي اهي، عايز مثلا املاها. اول حاجه هحتاج التيب ده او ايا كان نوع اللي عندك، اللزج اللي عندك يعني. هنتيب بحيث انك انت تعمل حاجز. تملأ بيه، ما احنا مش محتاجين اكتر من كده. خلاص بعد كده تملأ. طب انت عندك هنا ممكن زنك يشتغل، هيشتغل زي الفل جدا. خلي بالك ده مش جبس عشان تبقى انت فاهم، ده زنك او اسبداش، اسف. ده شغال وده شغال، بس طبعا الاسبداش ارخص. اي ماده مالئه هتظبط معاك. لو انت هتكتفي بكده طبعا مش هتاخد اي نتيجه. هي بص احنا كده مليناها، ماشي اهو، محتاج انك تملأ. زي ما قلت لك الشحم مش هيفيد معاك بحاجه، احنا محتاجين الخفيف. بص اول ما هتبدأ تحط، طالما تشرب معاك مش بالطريقه دي، وده كمان مش عايز تشرب كويس، مش عارف ليه. هو بيجري لبره التجربة دي. طيب نفضيها ونملاها بالبرادة. ما تفعلش مع بعض، تعال نملاها ببرادة الخشب. على فكرة برادة الخشب قوية جدا. كمية الأمير اللي موجودة كافية إن هي تثبت أصلا، فأنت فكرة إنك أنت محتاج أمير تاني، لا هي الفكرة إنك أنت محتاج تملأ. مع برادة الخشب بتكون النتيجة أفضل الصراحة. طيب بعد ما بتخلص تعمل إيه؟ أول حاجة أنت عندك أي نوع صنفرة، هتبدأ تصنفر اللي أنت عملته بحيث إنك أنت، طبعا هنا ده زيادة من هنا، هينشف ريجك علشان تشيله. لو فكينا كده مع ان المفروض الزنك يشتغل عادي، بس معرفش ليه ما اشتغلش هنا الصراحة. هي معبرات الخشب فعالة، فعالة جدا، فعالة جدا جدا يعني، لكن مع الزنك ما اشتغلش زي ما انتوا شايفين يعني. طبعا زي ما انت ديك شايف، بص السطح. طبعا احنا مش مكترين زي ما بقول لك، لان ده مثال يعني، بس احنا بنتكلم على الجزء اللي بيجي فيه الغيرة الشم الامير مع البرادة. بص حرفيا ما بيتشالش. هي دي فكرة الفيديو، معرفش هتفيدك ولا لا، ولكن حبيت اسجلها واصورها بحيث ان انا كان اهم حاجة عندي المادة المالئة. يعني احنا هنا في الفيديو ده كده جربنا مادتين، المادة الاولى اللي هي برادة الخشب، وخلي بالك دي مش نشارة، مش النشارة اللي هي كبيرة لان مش هتنفع معاك طبعا، لكن برادة الخشب هي اللي احنا محتاجينها. والاسبداج، الاسبداج ما ظبطش، ما ظبطش لان ما كونش معايا الصلابة اللي انا محتاجها في الاسبداج. حتى هنا لو حبينا نجرب برضو بره، تعالى بص، هو مش متفاعل اصلا معاه. يعني بص اهو، فهي طالما كده كده مفيش تفاعل اصلا مع المادتين مع بعض، غير
غير التانية يعني. بص دي بص دي غير دي تماما، وإن كان الصراحة اشتغلت قبل كده بالإسبداج ظبط. ولكن الافضل ليك هي براده الخشب. انا عارف الفيديو ربما يكون ممل بالنسبه لك، ولكن التجربه دي بالنسبه لي كانت مفيده. فلو انت عندك اي سؤال فيها سيبها لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليك. سلام.